الآن ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور محمد عبد الواحد، أستاذ جراحة العظام والجراحة الميكروسكوبية، ويحدثنا عبر الخط الهاتفي من الشقيقة مصر. أهلا بك دكتور محمد، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. حياك الله دكتور محمد. دكتور محمد، يعني أنتم في الطواقم وفي الفرق الطبية في مصر الشقيقة تعاملتم مع الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الشقيقة مصر عبر معبر رفح البري من قطاع غزة. يعني حتى اليوم السابق لسريان هذه التهدئة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وصل حوالي 200 جريح، ولا زال الجرحى طبعا يخرجون إلى مصر لتلقي العلاج عبر معبر رفح البري. يعني نود أن نتحدث وإياك دكتور محمد عن يعني طبيعة المشاهدات أولا والتدخلات ثانيا، ما الذي يمكن أن يقال في هذا الخصوص؟ السلام عليكم. في الأول أنا يعني تعاملت مع الدفعة الأولى اللي هي وصلت مصر يوم في أول شهر نوفمبر. تعاملنا مع يعني الفريق الطبي اللي أنا كنت واحد منه، كنا حوالي 30 طبيب، يعني على رأسنا الدكتور أحمد عبد العزيز. نعم. وإحنا تعاملنا مع 80 فرد وصل لنا في الدفعة الأولى من أول الطلائع اللي دخلوا في أول شهر نوفمبر. نعم. السمة السائدة للإصابات اللي إحنا شفناها هي الحروق، يعني إن في حروق متفرقة من في أكثر أجزاء الجسم. ده بالإضافة، أنا دكتور عظام فأنا بتعامل مع الكسور، عندي تفرقة واضحة بين الكسر اللي بيبقى مغلق اللي هو الجلد مقفول عليه والكسر المفتوح أو الملوث أو اللي فيه جروح مصاحبة ليه. للأسف كل الإصابات، يعني أنا من ضمن ال 80 مصاب كان في حوالي 60 واحد تم التعامل معاهم بتدخلات جراحية. ال 60 دول كان في واحد فقط بس هو اللي عنده كسر مغلق، الباقي كله كسور مفتوحه فيها جروح ملوثه، وطبعا كان بقالهم فتره طويله على ما يعني على ما استطاعوا الوصول للخدمه الطبيه الاساسيه عندنا. نعم. طبعا اتعمل لهم الاسعافات الاوليه في غزه على اكمل وجه، يعني احب ان انا يعني انقل تحياتنا واحترامنا الشديد لأطفال. والله كنت يعني أنا سوري، عذرا على المقاطعة، كنت يعني يعني بحب أستمع منك لكلمة، وأنت طبعا أستاذ الجراحة، جراحة العظام والجراحة الميكروسكوبية، كنت يعني أود أن أستمع لكلمة منك للكوادر الطبية التي عملت ولا زالت تعمل في قطاع غزة في ظل الظرف الصعب والمعقد ميدانيا. لا بدون مبالغة، أنا بقول انطباعي وانطباع كل زمايلي اللي هو كلهم في أعلى قمة في التخصص بتاعنا، إحنا مبهورين، يعني إحنا بننظر بالكوادر الطبية في غزة بانبهار شديد، لأن هم يعني دقة الأداء ومستوى التدخل الأولي اللي تم بالنسبة لإصابات رهيبة زي ديت كان يعني أعلى من أي يعني ليفل بيتعمل في اي سنتر مجهز تماما في اي حته في العالم. ف يعني ده شهاده بدون اي مبالغه. الاسعافات الاوليه اللي هي يعني زي حاجه اسمها المثبت الخارجي او الاسعاف الاولي للجروح او التثبيت المبدئي للكسور كانت 100%، رغم ضعف الامكانيات، رغم ان احنا يعني سمعنا وعرفنا من بعض المرضى ان كان في عمليات بتتم بدون بنج او ببنج بسيط جدا وبدون اجهزه، يعني احنا في جراحه العظام بنستخدم جهاز اشاعه متحرك داخل العمليات اسمه السي ار، ده عشان نشوف دقه التثبيت ودقه يعني الريدكشن او ارجاع العظام في مكانها الصحيح. هم الجهاز ده في كثير من الاحيان ما كانش بيبقى متوفر عندهم، ومع ذلك الاصابات او مستوى التدخل رائع جدا جدا. طبعا ربنا عز وجل كريم، اكيد اللي بيبقى بيشتغل تحت الظروف دي بيكتسب مهارات اعلى من اللي بيشتغل في بيئه تكون متاح فيها كل الظروف. نعم. خاصه لو هو من الاصل كان متمرن كويس واخد التدريب الاساسي بتاعه كويس. اما بيشتغل تحت
عنيفة بيبدع يعني. احنا نعم. احنا الحمد لله العقل العربي والعقل يعني طبعا بالذات الإخوة في غزة يعني مميزين جدا ما شاء الله عليهم. ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله انه ربنا بيعطيهم العافية، وهم يعني اكيد بالتأكيد يعني انا اؤكد لك دكتور محمد انه هم الآن وبالرغم من مرور كل هذه الأيام الطويلة واستهداف المستشفيات ايضا بشكل مباشر، هم لا زالوا يقدمون ما يستطيعون تقديمه للمصابين وللجرحى. فيما يتعلق بتجربتك الشخصية دكتور محمد، وانت علمت انا من خلال تواصلي السابق مع الدكتور أحمد عبد العزيز، ونوجه له تحية عبر الأثير الآن عبر أثير شبكة وطن الإعلامية، علمت بأن لك تدخلات أيضا كثيرة على مستوى العالم. هل من الممكن مقارنة يعني هذه التقييم عمليا الطبي والصحي لحالة المصابين والجرحى في قطاع غزة مع أي تدخلات أجريت وأجريتها حضرتك على مستوى العالم؟ وسؤالنا يعني وسؤالنا دكتور محمد هو للتوضيح، هو لتبيان يعني لتبيان مدى استخدام أسلحة تدميرية ذات قدرة تدميرية هائلة، ويعني يعني مع الأسف تسببت بهذه الإصابات المعقدة والمركبة. هو طبعا انا يعني نطاق تخصصي يعني هو جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية والجراحات التكميلية اللي هي ريكونستراكشن، اللي هو حد فقط جزء من الطرف بتاعه، بننقل عضلات، بننقل انسجه، بننقل العظام، اللي هي جراحات الحروب يعني في الاساس هي دي الور انجريز. فانا تعاملت مع طبعا المنطقه العربيه بتاعتنا منكوبه من 2011 بالاصابات اللي زي دي، ويعني تعاملنا مع كثير من امثال هذه الاصابات. السمه السائده هنا كانت يعني طبعا الحروق، وجود حروق يعني تشمل أجزاء متفرقة من الجسد وبنسب كبيرة واللون الأصفر المنتشر. أنا أما رجعت وسألت أصحاب الشأن المتخصصين في الطب الشرعي وفي يعني الحاجات اللي زي دي، فكلهم أجمعوا إن دوت الفوسفور الأبيض اللي هو من ده مادة كيميائية. عرفت يعني لاحقا إن هي يعني أنا ده مش من نطاق دراستي، بس أنا تعمقت وسألت ودرست وعرفت ان دي حاجه من الاسلحه المحرمه دوليا. لكن هذه كانت السمه السائده لكل الاصابات، ان كلهم بالاضافه لوجود كسور او يعني اصابات في الاطراف او في الحوض او في البطن او في الظهر، كلها معاها حروق تشمل من اول 20% لحد 60% و80% من الجسم. طبعا تاخرهم في الوصول للخدمه الصحيه نتيجه يعني التعنت من الجانب المحتل يعني كان اثر هذا ان الجروح دي كانت ملوثه، وده كان يعني لي اثر ثانوي على سوء الحاله. لكن طبعا يعني بفضل الله باجراء عمليات للتنظيف وبمجرد ما المريض كان بياخد المضاد الحيوي ويتم التغذيه بشكل مناسب، سبحان الله كان الجسم بيستجيب بسرعه اكثر من المعدل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه في الحاجات اللي زي دي. نعم، لأنه يعني بأكد لك دكتور محمد بأنه كل غزة وكل من في غزة يحب الحياة ويتشبث بالحياة للحظة الأخيرة رغم كل شيء. ونشكر جهودكم دكتور محمد عبد الواحد وجهود جميع الطواقم الطبية التي تعاملت وتدخلت طبيا وجراحيا مع الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين وصلوا من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد عبد الواحد، أستاذ جراحة العظام والجراحة الميكروسكوبية. شكرا جزيلا.